حابة أحكي لكم شوي عن المبادرة وأنشطتها وأهميتها في قطاع غزة. تمام، بداية رح نبلش في أنشطة المبادرة. أنشطة المبادرة هي عبارة عن حملتين رقميات رح يكونوا عبارة عن فيديوهين، الفيديو الأول عن أهمية تعليم المرأة والفيديو الثاني عن حماية المرأة، ورح يتم تنفيذهم من خلال جلسة تغريد. بجانب رح يكون في عنا 20 ورشة تحكي عن العنف المبني على النوع الاجتماعي، تنفيذ 10 شباب وشابات، رح يكون بمراكز ومؤسسات مهمشة أو ممكن نحكي بحدود قطاع غزة. الإشي اللي حابة أحكي كمان إنه إحنا اخترنا هذه المناطق لأنه السيدات هناك ما في عندهم توعية كفاية ووعي كفاية لحقوقهم والعنف، مفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي. فمن هان ننطلق في أهمية المبادرة تبعتنا، وحابين نحكي كمان إنه هدول الشابات رح ينفذوا المبادرة أخذوا حصلوا على تدريب مكثف عن كيفية إعطاء الورش ومفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي. في هاي الورشة أو في الحملة بشكل عام إنه إحنا بنحكي عن أهمية تكملة السيدة أو الفتاة تعليمها، لأنه هاي الظاهرة بدأت تنتشر عنا في قطاع غزة إنه الصبية تترك تعليمها من الإعدادي أو الثانوي بأسباب عدة، بسبب ممكن نحكي العادات والتقاليد اللي بتجبرها إنه تترك التعليم من هاي المرحلة أو الزواج المبكر. كمان بنحكي إنه إحنا حابين كمان نوعيها بأهمية الحماية وأماكن الموجودة عنا في قطاع غزة، ممكن نوجهها لهذه المراكز منهم بيت الأمان للفتيات. المحافظات اللي إحنا بنستهدفها في حملتنا أو بمبادرتنا بنستهدف تقريبا قطاع غزة والمناطق الحدودية لقطاع غزة، منها الجنوب والوسطى وقطاع غزة نفسه، شمال شرق جنوب. مدة المبادرة رح تكون إن شاء الله 6 شهور، رح يكون من خلالها تنفيذ كل المبادرة. مبادرتنا بتتقاطع مع أيام حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. أهمية واستفادة الفئة المستهدفة من هاي الحملة، بداية عنا رح يكون الفريق 10 أشخاص، هذا استفادة وتمكين للشباب بشكل إيجابي من خلال تمكينهم بإعطاء الورشات وتمكين ثقتهم بنفسهم. غير هيك الفئة الثانية إنه رح يستفيدوا عنا 600 امرأة وبالمفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي، وهذا أكيد رح ينقل الخبرة لكثير من الأشخاص حواليهم، سواء المرأة في بيتها، في أصدقائها، في جيرانها. هنا عنا أهمية المبادرة رح تبلش ومدى استفادة الفئة المستهدفة.